يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في التعدد وما شرطه؟ رأينا في التعدد أنه أفضل من الاقتصار على واحد، بما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصيل الفروج، والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال، فيحتاجن إلى من يحصل فروجهم، والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحد وعلمها مما علمه الله من أمر الشرع، وإذا كان عنده اثنتان زاد خيرا فعلم اثنتين وأرشدهما وقام بنزلهما، وإذا كان عنده ثلاث كان أكثر، وإذا كان عنده أربع كان أكثر، فكلما تعدد الأزواج عن الزوجات فإنه أفضل وأحسن المصالح التي تترتب على ذلك، لكن لا بد من شروط. الشرط الأول القدرة المالية، بأن يكون عند الإنسان ما يدفعه مهرا وما ينفقه على الزوجات. ثاني القدرة البدنية، بأن يكون للإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب عليه نحو هذه الزوجات. والشرط الثالث القدرة على العدل، بأن يعرف من نفسه أنه قادر على أن يعدل بين الزوجة الجديدة والزوجة القديمة، فإن كان يخشى على نفسه أن لا يعدل فقد قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني فاقتصروا على واحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجة أن تغضب وأن تحسن وأن تعامل الزوجة بالإساءة بناء على أنه تزوج أخرى، لأن ذلك من حقه، وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله على ما حصل عليها مما ينقص عليها حياتها، وهو إذا فعل ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي ترى أنه من أعظم المصائب. ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيها الزوجات وأن تعدد الزوجات عندهم أمر عادي، نسمع أن الزوجة القديمة لا تهتم ولا تتكبر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة. فالمسألة إذن أبيض على العادة، إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد صعب على المرأة أن تتعدد الزوجات، وإذا كان من عادته التعدد سهل عليه. فنقول للمرأة التي تزوج عليها زوجها: اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل، وليحذر الزوج من الجور بين الزوجات وعدم العدل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من فعل ذلك في قوله: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعليه العدل بين الزوجات في كل شيء، في المكالمة، في المباسطة، في الانشراح، في المبيت، في كل شيء، في كل شيء يقدر عليه. أما المحبة فهي أمر ليس باختيار الإنسان، ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهن في المحبة، لأن ذلك ليس إليه، فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، لكن ما يستطيع أن نقوم به من العدل فهو واجب عليه. نعم، شكر الله لكم من فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض النساء يتضجرن من ذكر التعدد في المجالس، بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد، فما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟ تعني بالتعدد تعدد الزوجات، والمرأة في طبيعتها تكره التعدد، ويحدث لها من الغيرة ما يصل إلى حد الجنون تقريبا. نعم، وهي غير ملومة بذلك، لأن هذه طبيعة المرأة، لكن المرأة العاقلة لا تغلب جانب العاطفة والغيرة على جانب الحكمة والشريعة. فالشرع أباح للرجل أن يعدد بشرط أن يأمن نفسه من الجور، وأن يكون قادرا على ذلك، على العدل. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. فأوجب الله الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان ألا يعدل. والمرأة لا شك أنها إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج تتغير على زوجها، ولكن ينبغي لها أن توطد نفسها وتطمئنها، وتعلم أن هذا النفور والغيرة التي حصلت ستزول إذا حصل الزواج كما هو مجرد، لكن على الزوج أن يتقي الله عز وجل في إقامة العدل بين الزوجة الأولى والثانية، لأن بعض الأزواج إذا رغبت الثانية أجنف عن الأولى ونسي ما كان بينهما من الحياة السعيدة قبل ذلك، فيميل إلى الثانية أكثر. ومن كان كذلك فليستعد لهذه العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله، يشهده العالم كلهم يشهدونه وشقه مائل، لأنه مال عن العدل فجوزي بمثل ذنبه، نسأل الله العافية. نعم، شكل العدل في النفقة، في المبيت، العدل في كل ما يمكن، في كل ما يمكن العدل فيه، في النفقة، في المبيت، حتى في الجماع إذا كان قادرا. نعم.